السلام عليكم. اليوم حبيت نأكد على واحد النقطة السوداء في بالقرب من قصر الثقافة مفدي زكريا. هنا نلاحظ أنه المنطقة هذه غير كما نشوفه غير مهيئة، وهذه منذ أكثر من 20 أو 30 سنة منذ بناء أو افتتاح هذا المعلم الحضاري اللي هو قصر الثقافة. شوف يعني الباب كيفه داير مغلق على قصر الثقافة والطريق المؤدي إلى قصر الثقافة. يعني هنا من عندنا من جهة هذه نشوف التليفيريك المصعد الهوائي اللي هو كذلك معلم من معالم الحضارة والتمدن، ومن الجهة الأخرى نلاحظ كذلك معلم آخر وهو قصر الثقافة. ولكن للأسف ما بين المعلمين منطقة وحشة خالية يعني تعود إلى حقبة العصور الوسطى، وهذا الأمر يعني نقطة سوداء وأمر غير منطقي ولا يليق بسمعة الجزائر والعاصمة الجزائرية. إذا حبينا نكونوا صراحة مع أنفسنا، هذه منطقة نتاع الولوج إلى قصر الثقافة باتخاذ المصعد الهوائي، وفي أغلب الأحيان وفي كثير من الأحيان المصعد الهوائي يجوا يعني سواح وزوار باش يروحوا لقصر الثقافة ياخذوا التليفيريك، وهذا أمر جميل جدا. لكن الصدمة هي عندما تكمل من التليفيريك تدخل في غابة وحدايد وباريكاج والأرض يعني تهيئة غائبة إلى أبعد الحدود. ما هو السبب؟ شيء نخليه للسلطات ونخليه للمسؤولين باش يداركوا يعطونا الجواب ويداركوا هذا الوضع المؤسف لهذا يعني المدخل، يعني يعتبر مدخل مهم لأنه تمر من تليفيريك وكذا وكذا. كاين مداخل أخرى من جهة المقابلة من جهة مليح، علينا حتى على كاين مدخل رئيسي تاع قصر الثقافة، لكن المدخل هذا على التليفيريك لماذا لم يهيأ بطريقة جيدة وبطريقة حضارية، وخاصة وهو يقع ما بين منطقتين ما بين معلمين حضاريين، ما هو التليفيريك من جهة وعندنا قصر الثقافة من جهة، ونشوف إذا الزائر كلما يجي يطيح في منطقة خالية غابة، يعني أمر مؤسف. نتمنى المسؤولين الحاليين تاع الثقافة وعلى على 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 التهيئة العمرانية في هذا الوطن العزيز أن ياخذوا إجراءات لتهيئة المنطقة هذه بصفة جيدة وحضارية وتتماشى مع مقتضيات الوقت اللي رانا عايشين فيه. والسلام عليكم.